إن شاء الله بخير. هذا أخوي يوسف ونحن عم نلعب منطقته هلا. وصلوها شقدي، وصلوها كم لايك؟ 20,000 لايك. يلا تحدي يوسف. كسر السجر أنت. لا بدي أقتل هذا الخروف. بس دقيقة لسوي السيف. لا تموت بيدك، لا تموت. انا راح اموت. عندي لحمه بك يا موت. كم صوفي عندك؟ صوفي وحدي. تلحقني انا كمان، بس انا عندي لحمه. هاد لك الحصان؟ ايه. شو؟ واو واو. ولا تعال يا عم. كيف فهمت هذا السيف؟ دش لك اخذ السيف بس تسوي كل شيء من حجر وارجع لكم. يلا رجعنا لكم مرة ثانية. عملنا كل شيء حلو، جمعنا حجر ومن هنيك. بس ما شايفين هذول الشغلات اللي عملناها من حجر. والله هسه بدنا نعمل نستخدم عشان ان يوسف تعال نعمل شو اسمه. تعال كسر خشب عندك كتاب. يوسف كيف غنم يموت تجيب لحمي؟ احط لك هي كيف صوت الصودا. المشكلة انا عندي يعني فوري في الشكل، انا ما بقدر اشوف. طيب ما المشكلة هاي. بيضة. استنى شوف حظي كويس ولا بشيء بعد. حظي كتير كويس. شفتي عيلة طلع لي ساوي جيجي. خلينا موتة نكسب شغل. كنت بدي أحاول تخوت. الفل السفلي عندك؟ يلا. بس وحدي طيب. ايه صح صوت اختي. يلا يلا يا تشرب. انا هي عم مسحة يا تشحش. عم مسحة عم مسحة. يلا سوي لك فوق فوق قدامك اعمال. هلا رح نسوي بيت. باي كنت الله ساعة موت اللي ساعة. صار في الليل يعني طبعا اخوي بقدر هو يحولها بالليل او الصبح. بس حولها صباح الخير بالليل. صباح الخير يا عالم. جمع خشب يا شنطة. من وين يا شفا؟ يلا جمع جمع. إن رأيت الحنيني إن حطب ان شاء الله. نسوي بس 12 دقيقة وخلاص المقطع. اذا بدكم
أكثر من 12 دقيقة شو تحت بالتعليقات. أخوي يوسف عم يسبح بجمل تيلس. فكر هيك اسمه. يلا يا أخي خلينا نضرب الغطس. أنا بدي أعمل البيت. قولي إيش عم بكسر العمى ما عم بشوف شي لأني خلصت. يوسف لازم نروح يحط كافي. يا عم أنا لازم هلأ أسكر موبايلي لأني ما ضل فيه شحن، لأني أنا هلأ بلعب هاي موبايلي وما فيه هيك شحن، هلأ بدي أشحنه وبعد ساعة نجيكم مرتين. باي. طفي الموبايل عم فقط اخوي راح يلعب لحاله. هلا انا خلصت مقطع الفيديو يعني ان شاء الله عجبكم. ان شاء الله عجبكم اشتركوا حطوا لايك و 25,000 لايك وباي.